يعني راح تفك عن السنابات. كيف؟ انا حريص اني انا اكون يعني على سنابات. ايه انك يوم من الايام خلاص يعني تستمر على سنابات وتنسى ال لا ابدا الترفيهيه. نفس ما قلت لك المهرجانات لا يمكن لا يمكن الا يعني الا خلاص يعني مصمم. في اختلاف ظروف، في اختلاف ظروف. ان جبت سلمان طاري الصدقه، الصدقه اللي تجارب معها عظيمه والله، من هذا المنبر وصل الجميع بالصدقه والله العظيم، تدفع عن شيء كثير. فاسال مجرب ولا تسال طبيب. شخص والله كل ما قدمت ريال صدقني انك بتلاقيها 100 ريال 1000 ريال بتدبلك. الله الله بالصدقه يا اخوان، ولا اوصيكم فيها والله من قلب ناصح، اقولها لكم من قلب مجرب، سلامتك وعافاك. صدقه عند صدقه شيء عظيم جدا. شيء عظيم. أيوة شيء عظيم والله، ما يعرفها الا اللي يجربها صدقني، ما يعرف اثرها الا اللي بيجربها. اي عز الله. اي نعم. فنوصيكم والله يا جماعه بالصدقه وكفاله يتيم مدى الحياه 300 ريال. يعني 300 ريال يعني تقطها المطعم، تقطها الكافي، تقطها. أيوة والله. والله العظيم. فصراحة كانت حلقة مميزة جميلة جدا في وجود الأستاذ أخوي مد الله المطرفي. صراحة علمنا أشياء واجد، واختصار الكلام نرحب جميع المواهب ونقول لهم حياكم الله. وصلنا عند نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا عند نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على إعجابكم، معليش على التقديم البارد لأني أنا صراحة تعبان وجايكم أركض. اي والله. فاخوي مد الله عند نهايه الحلقه وش تقول؟ اقول جيناكم والله من حفر الباطن عانين غلاء فيك يا سلمان يا حبيبي، ومكسب قناه الواقع مكسب للجميع، فاشكرهم جزيل الشكر من هذا المنبر. الامر الثاني لعلنا ان شاء الله وفقنا لما نقلنا من معلومات ومن حقائق حقيقه، يعني حاولنا ان ما نكون متصنعين نهائيا حتى يكون اللقاء عفوي و فعلا. إيه نعم، بكل شفافية. لعلنا وفقنا إن شاء الله لما نقلنا ولما أسعدنا، ولعلنا إن شاء الله نوفق لما سنعمل ولما سنقدم مستقبلا بمشيئة الله تعالى. إن قصرنا أو أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، وإذا أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا سلمان، وشكرا لطاقم إدارة قناة الواقع. الله يعطيهم العافية وما قصروا، وشكرا على حضوركم، وشكرا على إبداعكم الجميل. ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم من التقديم سلمان العنزي.